بهذه الأجواء الروحانية التي صدحت بأرجاء كاتدرائية مار الياس بساحة فرحات بمدينة حلب القديمة، أحيت أوركسترا أورفيوس وكورال ناريكاتسي حفلاً فنياً وموسيقياً. رح نقدم أمسية موسيقية كلاسيكية بمشاركة كورال ناريكاتسي من حلب. هذا التعاون الأول بين الأوركسترا والكورال، وهذا الشيء كان بيرمز لها نقدر نرجع نبني جسور الثقافة بكل المحافظات السورية. رح نقدم اليوم أعمال موسيقى كلاسيكية لبيتهوفن، موتسارت، تشايكوفسكي، وأيضا الكورال رح يشارك بقطع من باخ، وهي رسالة لنقول أنه الموسيقى باقية وسوريا باقية بكل محافظاتها، وإن شاء الله رح يكون في عدة نشاطات بحلب نظرا لأهمية حلب الثقافية، واليوم نحن بنعتز بمدينة حلب. الحفل تضمن معزوفات عالمية لعدد من الموسيقيين مثل بيتهوفن وموزارت وباخ وشتراوس وتشايكوفسكي. حلب متعودة دائما تقف على إجريها، شو ما صار عليها مصاعب، فمهما حاولوا يدمروا، مهما حاولوا يرجعونا لورا، بإذن الله الشعب الحلبي وبهم جيشنا العربي السوري ترجع حلب مثل ما كانت. من زمان ما كان في هالاحتفاليات وهالحفلات الموسيقية، ولكن هيدي دليل انه رجعت الحياة الإنسانية والحياة الثقافية في مدينة حلب، وإن شاء الله بده يكون هيدي بداية معالجة كل الأمور، وبده يصير كمان سوريا من مكان إلى مكان أحسن. رسالة موسيقية جديدة من حلب بيت الأصالة والطرب تخطها أنامل السوريين، مؤكدين أنهم أبناء الحياة التي أهدت العالم معالم حضارية عدة ومنها التدوين الأول.